حياتنا طوابير انتظار، حتى على النفس. يمكن لازم نعيش بطريقة تانية. المهم هلأ لازم نحافظ على كمية الأكسجين اللي بتجينا من هالفتحة. نفس آه ونفس لا. صعب صعب الواحد يحصر نفسه عن الجدران الأربعة وماشي فيها. دائما نستنى لآخر لحظة، بس هذا كثير كثير على بني آدم واحد. ما هو بنعمل الإشي وبنندم عليه. حامل جدران الأربعة وماشي فيها وتعينيك في الأرض. عيب البنت تطلع هيك ولا هيك. عيب بصيرش تحكي مع حدا بالشارع، بلاش قولوا عنك كلام مش كويس. عيب تتفرجيش على التلفزيون، كل الافلام هالايام فيها مشاهد حرام. بدنا نطلع ولا بدناش نطلع من هالحشره؟ نطلع ولا ما نطلع؟ شكلنا بنستاهل اللي احنا فيه. ايوه برضه بسالك. اسالني. لو خيرناك تعيشي في عصر غير هالعصر، شو بتختاري؟ العصر الجاهلي. انا بفكر انه انتم ما بتعرفوا تفكروا الا باصابعكم. انا بفكر انه اصبعي بفكر احسن. هاي خراريف اوهام اللي بتامنوا لي فيها خلص، خلصت هذا التفكير، خلص من زمان. فيش شيء اسمه خراريف اوهام. عندك طريقه ثانيه؟ لا ما عنديش طريقه ثانيه، بس الغرقان بتعرف اي اشياء. بطلت تفرق من هون من هناك. انا بدي اطلع. حدا سامع حدا ولا حدا فاهم حدا. فش حدا سمعني، فش حدا فهمني، مش فاهمين على بعض. لوين بدنا نروح؟